Primeiro alla fuori di nota 6 di FPSI. بدوني ما لا يمكن أن تسير المؤسسة على النقطة الأولى هي ضبط الساحة فهو يضبط الساحة بامتياز وغير ما مراكش أذهب أنا وإياه أو أتركه لوحده فيجول ويصول لوحده في الساحة ويعني لا يحتاج إلى من يساعده في الساحة فكأنه فهو يمثل تبارك الله أربعة معيدين في الساعة يعني هو كافي للساعة ولوحده يمكن أن يضبط الساعة وهذه نقطة أساسية بالنسبة لضبط المؤسسة بحيث لا يمكن أن تضبط المؤسسة بدون ضبط في الساعة ثم النقطة الثانية هي في كما تفضل الأستاذ سي عبد العزيز سيد مدير المحترم في أنه يتواصل له ميزة وكأنه تلقى دروسا نفسية وتربوية في معاهد أو في مراكز التكوين ولكنه بدون ذلك فهو بتجاربه المتواضعة فقد استطاع أن يقتحم الصعاب وغير ما مرة هنا كنت في معكم في المؤسسة كانت هناك بعض الوضعيات الصعبة كان لا يستطيع أحد أن يجرؤ ويتجرأ في أن يقتحم هذه الصعاب وهو كان يقتحمها وكانت بعض الامور اللي هي صعبه جدا وكان يبسطها بطريقته وبكلامه العدل وبتواصله فحقيقه نهنئه على هذا وهو فعلا يعني رغم انه لم يكن دارسا ولم يكن ولكنه كان محنكا بتلك التجارب التي اخذها من المدرسه الابتدائيه وما اضافه من كونه بائعا ومشتري ومن كونه يتواصل مع نفسه هنيئا له اتمنى له طول العمر والصحه والعافيه وشكرا. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم بفضلك وجودك وكرمك وعفوك اكرم من اكرمها بالجمع المبارك. الاستاذ الزوار السيد خالدي والسيد بوجوجه اكرمهم بكرمك وانعمهم بنعمك في الدنيا والاخره ونجيهم من النقم ومن الفساد ما ظهر منها وما بطن واعفو عنا واعفو عنهم وعن جميع المسلمين. اللهم ارزقهم بالصحه والعافيه والسلام في انفسهم وفي اسرهم واعفو عنا وعنهم وعن جميع المسلمين رحمة الله ارحم راحمين رب العالمين وبارك لهم في عمرهم انك سميع مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.